السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا، إن شاء الله اليوم وصلنا إلى مرحلة تحميل البيانات. بعد ما تعلمنا كل الخطوات السابقة وصلنا إلى مرحلة How to download the data، أو مثلا Method to download the data of General Circulation Model أو Global Climate Model from Website. هالشكل راح يكون إن شاء الله عنوان المحاضرة. إحنا مثل ما قلنا قبل شوية إنه أبو المحاضرة السابقة ضمن الليست فايل راح تدخل عليه، راح يبين لك الفايلات اللي ينزل لك إياها هو بالسنوات من الماضي إلى المستقبل. فهسه هنا تحرك الملفات لكل متغير مناخي، تختار طبعا الخيار الثاني اللي هو ال HTTP. عندك طريقتين للتحميل، إذا أنت منصب بحاسبتك داونلود مانجر النسخة الأصلية مو كراك وهذا، مجرد تروح على الخيار اللي هو HTTP داونلود، بيقول لك هوبي لينك أدرس عنوان، راح تستخدم إياه تروح تفتح بالإنترنت داونلود مانجر، بيقول له بيست وراح أسوي لك تحميل. تمام، بعدين إن شاء الله راح أسوي لكم محاضرة شلون تحول من هذه الصيغة إلى صيغة الأكسل بعد ما تحمل الملف. إذا عندك طريقة ثانية إنه أني يعني ما عندي انترنت داونلود مانجر، تقدر عن طريق تروح على تفتح جوجل الثاني نيو تاب، تروح على الخيار اللي صاير منها بالجانب يكون على ثلاث نقاط متتالية، تروح على خيار اسمه داونلود، تفتح الداونلود هنا، ترجع الى خيارك نفسه، تروح على ال HTTP، تختار هذا الخيار بعد ما يصير السهم اللي نسوي انت كونستراكشن عليه بشكل اليد الصغير، تسوي له دراج، تسحبه من هنا، لاحظ يجي وياك، تروح تنطي بالداونلود، بعد الداونلود تجيبه هنا على نيو تاب، تسويه بنيو تاب جديد، لاحظ هسه بدأ يحمل الملفات. هذه الطريقة يمكن تستخدمها إذا ما كان عندك انترنت داونلود مانجر، تكون هذه الطريقة جدا جدا مضبوطة. لاحظ هنا يعطيك الوقت المطلوب حتى يحمل لك الملفات بهذا الجانب، بعد ما تحمل الملفات تكون عندك بصيغة ال HTTP. تقدر ان شاء الله اسوي لك المحاضرة اللي بعدها شلون تحول صيغة الملفات من هذه الصيغة الى صيغة الاكسل. نرجع الملفنا نفسه الاصلي، كذلك مثلا للثاني. طبعا هاي الطريقة الثانية اللي علمتك اياها انه تروح تفتح الداونلود الاصلي من هنا وتنزل البيانات من ما يكون عندك انترنت داونلود مانجر. هسه لو نرجع مثلا على الفايل الثاني، تمام، ليست فايل، مجرد ما اضغط لأقول ليست فايل بهذه الصيغة، تلاحظ هنا هذا الفايل، هذا نزل مثلا حد الان 2015، هسه مثلا السنة اللي بعده راح يعطيني الخيارات الثلاثة اللي من عندهم HTTP اللي هي لحد 2000، هاي بالنسبة للمتغير الثاني. تمام، هسه تلقائيا انت بعد ما سوالك هذا الخيار تروح تحدده هسه هنا، تقول له مثلا لحد يا سنة غيرها، هاي الامور اللي ينطيك اياها هنا كلها total number of files، ينطيك اياهم كلهم بفايل واحد لكل السنوات. تمام، وهكذا المتغير الثاني، المتغير الثالث والى اخره. يعني لاحظ كل متغير، المتغير الاول كذا، المتغير الثاني السيناريو كذا، المتغير الثالث رجع كذا وهكذا. المهم طريقه التحميل، انت مباشره تروح على الليست فايل اللي صاير بالجانب، يا سنه هسه تريد تحمل من يا سنه ليا سنه 2015، يا سنه مستقبليه الى كذا، يا سنه مستقبليه كذا. تمام، فهسه تروح انت على هذا الخيار، اذا متوفر عندك انترنت داونلود مانجر قلت لك تروح على الخيار الثاني، تسوي له كوبي ادرس لينك، مجرد هذا الخيار تختاره اللي هو خاص بي كوبي ادرس لينك، الضغط له هذا، وتروح تفتح الانترنت داونلود مانجر وتقول له بيست وتحمله. اذا ما متوفر عندك الانترنت داونلود مانجر قلنا نسوي هذه الخطوه انه اروح اني على الجهه الثانيه، يعني افتح تاب جديد، بعد ما افتح تاب جديد اروح على هالخيارات الموجوده هنا ضمن البروبرتيز مال المتصفح جوجل، تروح عليه تقول له داونلود، تضغط عليه داونلود، تروح على خيارك نفسه تسوي له دراج، تختاره من هنا، تلاحظ ان المؤشر تحول عليه بسهم اليد الصغيره، بعد ما تاخذه بهذا الشكل تروح تختاره، او يعني مجرد لاحظ هسه تسوي له دراج، تروح من النيو تاب او للداونلود مانجر هنا او هنا الداونلود مانجر، وتسوي له تاب جديد، وايضا راح يفتح لك الى تاب ويحمل لك اياه. لاحظ التحميل بالاسفل هنا يكون
ضمن الجوجل دام ما كان عندك انترنت داونلود ملجأ. هي هاي اسهل وافضل طريقتين بالطريقتين، سواء عندك انترنت داونلود ملجأ او ما عندك انترنت داونلود ملجأ، تقدر تحمل البيانات بهذه الطريقة. اذا عندكم اي سؤال او استفسار عن الميثود يعني داونلود الداتا ود انترنت داونلود مانجر اند وداوت انترنت داونلود مانجر، تقدرون تراسلونا ان شاء الله على القناة ونجاوبكم. نلتقي بكم بالفيديو الاخر اللي بعده اللي يشمل كيفية تحويل صيغة الملف من ال HTTP الى اكسل شيت والاستفادة منه في تحليل البيانات اللي انا احتاجها. الى ذلك الحين نلتقي بكم ان شاء الله، دمتم بامان الله وحفظه.